ما هي العبادة التي تفوق فيها الجن على البشر؟ وما هي العبادة التي تفوق فيها البشر على الملائكة؟ وما هو الشيطان الذي يراه جميع البشر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الجماد الذي له مشاعر؟ هو جبل أحد، فقد بكى شوقا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وما هي أطول رحلة بحرية في العالم؟ رحلة نوح عليه السلام وأبنائه، فقد أبحرت السفينة 6 أشهر واستوت على جبل الجودي في يوم عاشوراء. وما هي الحرب التي حدثت بين الملائكة والبشر؟ ذلك في غزوة بدر، فقد قاتلت الملائكة مع الصحابة وجاء 5000 ملك. وما هو الجماد الذي اختفى من خشية الله تعالى؟ هو الجبل الذي كلم الله تعالى عنده موسى عليه السلام: اندك من خشية الله. وما هو أضعف جيش انتصر على أقوى الجيوش؟ جيش البعوض انتصر على أعظم جيش، هو جيش النمرود بن كنعان في العراق. وما هو الذي يمشي معك في النهار ويتركك إذا حل الليل؟ الظل، رأيت ظلك في الظلام مشى معك. وما هو السائل الذي لا تشربه الأرض؟ هو الدم، وقيل بسبب ذلك دعوة دعاها النبي آدم عليه السلام عندما شربت الأرض من دم هابيل، فلم تعد الأرض تشرب دما إلى يوم القيامة. وما هي الحشرة التي تحمل الداء وما هي الحشرة التي تحمل الدواء؟ التي تحمل الداء الذوابة، والتي تحمل الدواء النحلة، والسبب في ذلك أن الله تعالى أوحى للنحل ولم يوحي للذباب، فقد قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وما هي الروح التي تسجد كل يوم عند عرش الرحمن؟ روح المسلم التي نامت على طهارة تسجد عند العرش، وإن كان جنبا لم يؤذن لها بالسجود. وما هي العبادة التي تفوق فيها البشر على الملائكة؟ العلم، فقد علم الله تعالى آدم الأسماء كلها ولم يعلمها للملائكة، فتفوق آدم عليه السلام على الملائكة بإذن من الله. وما هو الحيوان الذي أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم باستئذانه قبل قتله؟ الحيات أو الثعابين، لأنها من الممكن أن تكون جنية. من هو ضيف الشيطان؟ السارق. ومن هو رسول الشيطان؟ الساحر. وما هي قرة عين الشيطان؟ قرة عين الشيطان الحلف بالطلاق. وما هو المكان الذي يجلس فيه الشيطان؟ يجلس الشيطان بين الظل وبين الحر، ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان، أو أن نجلس في هذا المكان. وما هو الشيطان الذي يراه كل البشر؟ الكلب الأسود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. ومن هو قتيل الجن، أي الذي يقتله الجن؟ هو الذي يموت من الطاعون، فالطاعون هو طعن الأعداء من الجن أو قتل الأعداء من الجن. ومن هو قاتل الأسود؟ هو هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص وعمه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعندما قتل هاشم الأسد قبل سعد رأس هاشم، فقبل هاشم قدم سعد رضي الله عنهم وارضاهم. ومن هو الذي كلما خفت منه اقتربت منه؟ الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن هو الذي عجزت النساء أن يلدن مثله؟
خالد رضي الله عنه، خالد بن الوليد. ومن هو أول من ذهب إلى المسجد الأقصى طائرا؟ هو سليمان عليه السلام، لقوله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. والأرض المباركة هنا هي أرض فلسطين. ومن هي شبيهة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من النساء؟ ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها. وما هي العبادة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها ولكنه لم يفعلها؟ الأذان، فلم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لثلاث أسباب. السبب الأول، لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لكان كل من تخلف عن النداء كافرا، كما أنه كان داعيا فلا يجوز أن يشهد لنفسه. ولو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لتوهم البعض أن هناك نبي غيره. وما هو الشيء الذي أحله الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يحله لنبي قبله؟ الغنائم. وما هي العبادة التي تفوق فيها الجن على البشر؟ الاستماع للقرآن الكريم. فعندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، سكتت الصحابة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجن أحسن ردا منكم، فكلما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. ما هو الحيوان الذي يبكي عند سماع القرآن؟ الجمل أو الإبل، لأن عاطفته قوية. وما هو العمل الذي يصلح بين الناس يوم القيامة ويجعلهم يتصافحون؟ صلة الرحم. وما هو الشيء الذي يعلق بسببه الدعاء ولا يرفع إلا به؟ يعلق الدعاء ولا يرفع بعدم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل الأعمال بين القبول وضده إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما هي حقيقة الدنيا ولماذا تبكي النفس عليها؟ النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، وأن ليس للمرء دار بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فمن بناها بخير طاب مسكنه، ومن بناها بشر خاب بانيها، فعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها.